هذه اللحظات يقوم ويتقدم قائد اللواء 21 ميكا جحد المحمد حنش لإيقاد شعلة 26 من سبتمبر وذكرى 26 من سبتمبر المجيدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة، الأخ قائد اللواء، الأخ قائد المقاومة الشعبية، الأخوة قادة الكتائب والفروع، الأخوة الضباط والصف والجنود، الأخوة أفراد المقاومة الشعبية، الأخوة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها فرصة سعيدة للقاء بكم بهذا اليوم بهذه المناسبة العظيمة، يوم عيد 26 سبتمبر. هذا اليوم الذي أنزاح من كاهل الشعب اليمني الظلم والاستبداد والطغيان، هذا اليوم الذي سطر فيه الشعب اليمني أروع التضحيات لأجل التخلص من النظام الكهنوتي الإمامي البغير الذي كان يمارس الجهل والظلم والطغيان وأخذ حقوق الشعب، والتخلص من القيادات الوطنية التي كانت تقوم بالنضال ضد هذا النظام المستبد. اليوم نحتفل بهذا اليوم الذي هو يوم 26 سبتمبر 1962، هذه الذكرى العظيمة التي تمر على وطننا الحبيب اليوم، اليوم الذي تخلص منه الشعب اليمني من هذا النظام الكهنوتي الذي زرع الفرقة والتمييز بين شرائح المجتمع اليمني العربي الأصيل الذي نعاني منها اليوم في القرن 21. جاء اليوم من يريد أن يمارس نظام الكهنوت ويشق الصفوف ويمارس الطغيان، جاء اليوم بنظام صفوي دخيل على هذا الشعب، على هذه الأمة العربية. الحق راسي والحقيقة متراسي والشرع ساسي والوطن عندي بس النفاسي للماليش الفارسي واسقي كاسي شربه من كاس النانور لردي قاسي لهذا المعين داسي ما تنحلاسي قد بالغ حتى يا ناظرون النصر قد فزتم به، أما الذي يجري فتلك هي السنن، وستسمعون بذا القريب بشارة. هذا العدو اليوم أصبح مرتهن، وأطمئن الشعب اليماني الأبي إن الرواتب سوف تصرف من عدن. وسلامتكم. نشكر كل الجنود البواسل في جميع جبهات القتال، كما نشكر قوات التحالف العربي، ونقول لهم مزيدا إن شاء الله من الدعم، وسيتحقق لشعبنا هذا النصر العظيم قريبا إن شاء الله. شعبنا العظيم بمناسبة الأعياد الثورتين، ونقول لهم أن الدماء قد سالت بتأسيس الثورة وطرد الإمام وطرد المحتلين، وسوف عاد التاريخ نفسه، وسوف يلحقون أذناب العفاشين والحوثيين ما لحقها الأمامه والبريطانية. نعاهد الله والشعب اليمني على أن هؤلاء الأفراد وهؤلاء الرجال في الجيش الوطني سيدافعون عن أحلام وطموح الشعب اليمني بالتحرر من العبودية وبناء دولة اليمن الاتحادية المؤسسية التي ستعلي من مؤسسات الدولة وستحافظ على حقوق الشعب اليمني وعلى حرية وكرامة هذا الشعب الذي يضرب في عمق التاريخ، فهو شعب وهو أصل العرب جميعا في الجزيرة العربية.